السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا، هنعمل كيكة القطيفة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب بقى تعجبكم. يلا بينا نبدأ مع بعض وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبدأ مع بعض وصفتنا ونقول بسم الله. يلا بينا. اول حاجة عندي عشان اعمل كيكة القطيفة، ودلوقتي عشان ابدا بقى معايا في الكيك، عندي اول حاجه كوبايتين من الدقيق، دول كوبايتين من الدقيق، شايله منهم 3 معالق، حاطه مكانها كاكاو. لو انت حابه تحطي الدقيق من غير الكاكاو مفيش مشكله، لو هتحطي كاكاو انا حاطه 3 معالق كاكاو خام، الكاكاو الخام بيبقى غير محلى. عندي هنا كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، كوبايه كامله من اللبن، وعندي ايه تاني، بيضتين، وطبعا رشة الفانيليا عشان ما ننساهاش. وكمان معايا معلقة حوالي يعني حاجة بسيطة كده من الفانيليا السايلة عشان الزفارة. يلا بينا بقى نبدأ مع بعض وصفتنا. اول حاجة عندي البولة دي، هبدأ انزل بالبيض، حطيت عندي كده بيضتين، هبدأ بقى دلوقتي اضيف رشة كده صغيرة من الفانيليا او حبة صغيرين من الفانيليا السايلة، نقطة بس بسيطة كده، كده الكاكاو الخام بيضيع ريحة الزفارة. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اضربهم كويس جدا، وبعد ما اضربها هوريكم شكلها يكون عامل ازاي. ودلوقتي كده هبدأ ان انا اضربهم معايا كويس جدا. بعد ما ضربتهم معايا وبقيت بالشكل ده، هبدأ اضيف عليها السكر، كوباية كاملة من السكر، هبدأ برضو اديها ضربة كويسة جدا معايا تاني. بعد ما نزلت بكوباية السكر هبدأ انزل بكوباية من اللبن، تكون في درجة حرارة الغرفة يا جماعة، وكوباية كاملة من الزيت. يبقى انا كده ضفت ايه، بيضتين، وضفت كوباية كاملة من اللبن، وكوباية كاملة من الزيت، وكوباية كاملة من السكر، ورشة فانيليا او فانيليا سايلة لو انتوا حابين. هديهم برضو تقليبة كويسة. بعد ما ضربتهم معايا وبقوا بالشكل ده، هبدأ بقى اجيب عندي مصفى، هبدأ انزل معايا بكوباية كاملة من الدقيق، كوباية كاملة من الدقيق ده لو انتوا حابين ان انتوا تعملوها من غير كاكاو. لو حابين تعملوا كاكاو هتشيلوا 3 معالق من الدقيق وتحطوا مكانهم الكاكاو الخام بالشكل ده. عندي كيس كيكشف، عندي كيس كيكشف بالشكل ده، هبدأ اخد نصه بس، مش هاخده كله عشان ما يعملش طعم قوي كده، هاخد نصه وهقلبهم طبعا مع بعض كويس جدا. انا نسيت اقول لكم الكيك الشيف في المقادير، هديها طبعا تقليبه كويسه جدا مع بعض كده. هنخلهم ولا ايه؟ نخله كويسه جدا مع بعض. ودلوقتي بقى بعد ما نخلت الدقيق معايا وبقى بالشكل ده، هبدا انزل بقى اقلب المقادير من تحت لفوق بالشكل ده كده. بسم الله، بتجيبي طبعا من تحت وتروحي مطلعه كده على فوق بالشكل ده، طبعا زي انتم ما كلكم عارفين. ودلوقتي بعد ما عملتها معايا وبقى معايا بالقوام ده كده، هبدا ان انا ايه، عندي الصينيه اللي هحطها فيها دهنتها طبعا زيت، لو انت عاملاها من الالومنيوم يبقى هتحطي فيها زيت وتبطنيها كمان بالدقيق. هبدأ بقى انزل بالمقادير بتاعتي كده كلها. بسم الله، اهو كده يا جماعة، بحطها طبعا في الفرن عندي على درجة حرارة 180 لمدة لحد ما الاقيها استوت معايا، هدخل فيها خلة السنان الاقيها استوت، معنى كده ان هي يعني ايه استوت معايا، بسيبها تبرد واوريها لكم تشوفوا شكلها ونشوف شكلها مع بعض هيكون عامل ازاي. اهو كده، المفروض ان انا مش بخرج الهواء اللي فيها، بسيبها زي ما هي كده. طبعا مسحت الجناب اللي كانت فيها عشان ما تلزقش معايا، هحطها في الفرن واما اطلعها اوريها لكم. دلوقتي بقى انا خلاص عملت الكيك معايا وبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده. طبعا كيك بالكاكاو يا جماعه فلازم بيبقى لونه غامق، والكاكاو دي كمان كانت خام. هبدا دلوقتي اعمل ايه، طبعا بصوا الكيك بقى معايا عامل ازاي. هبدا انا بقى اشيل الطبقه اللي فوق خالص دي، بقى عامل ازاي، بقى زي السفنجه يعني اللي اقصده عشان محدش يقول بصوا شقه او عمل. انا هبدا بقى دلوقتي ان انا اقطعه كده. بسم الله،
بقطعه معايا بالشكل ده كده. بسم الله. ده ممكن تعملوا بيه يا جماعه طبقه تانية، مش هيترمى، خلي بالكم عشان بس ما حدش يقول ان هو ممكن ان احنا هنرميه او اللي هو مش حلو. لا هو حلو، بس مش هيترمى اهو. بعد ما فتحتها بقى بقت معايا بالشكل ده كده. احاول بس اسلك الجناب. ودلوقتي بقى معايا بالشكل ده كده، بعد ما قطعته هسيبه بقى يبرد خالص. لو حابه تدخليه التلاجة مفيش مشكله، بس انا هسيبه يبرد لاقصى درجه يعني، عشان بعد كده هبدا ان انا اشربه. انا هرجعته في القالب بتاعه تاني عشان هياخد الشكل ده. يلا بينا بقى نعمل الخطوه التانيه مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. دلوقتي بقى عندي كوبايتين كبار من اللبن، هحط عليهم معلقتين كبار من بودره الكاستر اهي كده، معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، وكمان هحط عليهم معلقتين كبار من السكر. انت طبعا يعني حسب حسب ما بتحبي، بتحبي محلي قوي زودي السكر او هو كده هيطلع محلي بصراحة. لو حابة انك تقللي مفيش مشكلة. وهنقلبهم بقى دلوقتي كله على البارد يا جماعة قبل ما ندخل بهم على السخن اهو. هنقلبهم كلهم كده على البارد. بعد طبعا ما قلبتهم معايا كده على البارد، هبدأ بقى اخدهم دلوقتي على النار وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي عندي كده عملت بعد الكاكاو، بعد الكيك بتاعي ما برد، عملت كده ايه عصير، مش عصير بقى، عملت مشروب بالكاكاو. حطيت عليه كاكاو ولبن اهو، كاكاو ولبن. هبدأ بقى ان انا اشربه كده ايه للطبقة اللي تحت عشان ما تشربش معايا الطبقة التانية لما اجي احطها اهو كده. ما تحطيش برضو كتير عشان ما تعوميش الدنيا. انت طبعا براحتك، حابه تشيلي كتير منها اوكي من الكيك، عشان انا شلت كتير فانا هعملها على مرتين. هعمل النص ده على مره والنص التاني على مره اهو. بعد ما شربتها هسيبها كده ايه تتشرب بقى مع نفسها، ونيجي برضو احنا نكمل الكاستر اللي على النار. يلا بينا. بعد ما بيغلي معايا الكاستر ويبقى بالقوام ده كده، معنى كده ان هو خلاص قرب يتماسك. لازم بقى في المرحله دي هفضل اقلب فيه كويس جدا لحد ما ايه ما الاقيه بقى يعني يغلى معايا ووصل للقوام اللي انا عايزاه. هسيبه بقى يغلي، وبعد ما يخلص خالص هوريه لكم وهنشوف برضو شكله كده ايه مع بعض هيكون عامل ازاي. بس في المرحله دي لازم تكوني طول ما انت شغاله كده ماسكه المعلقه وتقلبي فيه كويس جدا. ولو حابه تقلبي بالمضرب مفيش مشكله اهو كده. بصوا خلاص القوام بقى عامل ازاي، شايفين كده؟ خلاص كده انا هبدا بقى اطفي عليه وتعالوا نكمل بيه الكيك بتاعنا. يلا بينا. انا حطيت عندي شربته الاول بالكاكاو وسبته يبرد شويه. هبدا بقى انزل كده ايه بالكاستر. الكاستر طبعا سخن يا جماعه فخدوا بالكم اهو كده. بسم الله. طبعا حاولوا تظبطوه كويس جدا، انا هوريكم دلوقتي ازاي اهو كده كده بالشكل ده. وبعد ما هتعملوه بالشكل ده هتسيبوه يبرد شويه، وبعد كده هتحطوه في الثلاجه. بس الاول هظبطه كده القوام بتاعه من هنا، هظبط الشكل بتاعه اصلا من هنا كده عشان ما يبقاش معايا حته عاليه وحته واطيه او مكان مرتفع ومكان منخفض اهو كده. هتعمليها بقى كده هيتظبط معاكي جدا. هحطه بقى في التلاجة، وبعد ما يطلع بعد ما يبرد هحطه في التلاجة واوريكم شكله هيكون عامل ازاي. واستنوني. دلوقتي ده شكلها كده بعد ما طلعناها. هبدا بقى اجيب عليها احط السكينة دي بالشكل ده كده. ودلوقتي بقى هعمل ايه، هجيب شوية كاكاو. عندي طبعا كاكاو من الكاكاو التاني اللي هو المحلى العادي، هبدا انخله كده عليها. هبدا انخله كده عليها بالشكل ده. بسم الله. بتحاولي بس انك تغطي الحروف دي كده. بعد كده بقى بعد ما طلعتها هبدأ بقى اشيل السكينة كده معايا، شايفين بقى شكلها عامل ازاي. لو انتم مش حابين تعملوها بالسكينة مفيش مشكلة، هبدأ بقى ان انا اقطعها كده. بسم الله، شايفين بقى شكلها كده عامل ازاي اهي. شايفين بقى الطبقات كده، بصوا هشيلها طب واوريها لكم. شايفين بقى شكلها كده عامل ازاي معايا. هبدا بقى كده ايه هحطها برضو في الطبق كده واوريها لكم. شايفين بقى شكلها من هنا عامل ازاي، حتى يعني بعد ما بتقطعيها
وبتشيليها. بصي بقى عامل ازاي، شكلها جميل جدا بصراحة اهي كده. يا رب بقى تعجبكم بإذن الله ان انتوا تجربوها. شايفين بقى، لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب اهي كده. ودي التانية، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.